مش مالناش في اللف والدوران. انا اجي لك دغري انت والله. دايما بتهاجم الكابتن فاروق جعفر وراجل قيمه ورمز من رموز نادي الزمالك وهو مش بيرد عليك. صح. بتهاجمه ليه وهو لا مش بهاجمه هو. بهاجم افعاله. ايه صريح. افعاله محب نادي الزمالك. كلنا محبين نادي الزمالك. ايه افعاله؟ ايه اللي عمله الكابتن فاروق غلط؟ قبل كده كتير بس ده بتاع الصندوق اسود. للدرجات دي يعني؟ ليه؟ ما هو ليه دي بقى دي عايزه حلقات يا شادي. وانا مش بهاجم فاروق لان هو ضدي عشان اللي بيعمله في نادي الزمالك بس. طب حلو قوي. لدرجه ان هو طلع قال لك انا مش زملكاوي انا اهلاوي كنت بجري ورا صالح سليم القصه دي كلها فاتعرف بعد كده انا صح. طيب لكن هو مش لا قال انا زملكاوي وما قالش انا اهلاوي. والله انا كنت قاعد في حلقه وجابوا لي الكلام بتاعه. طب سؤال ليك صريح فاروق كابتن فاروق جعفر اهلاوي ولا زملكاوي؟ هو لعب في الزمالك كابتن النادي. يعني اهلاوي ولا زملكاوي؟ يعني زملكاوي المفروض. طيب. زملكاوي. اقول اللي هو قاله. امال ايه موضوع كابتن صلاح سليم؟ اللي هو قال كده انا يعني كنت اهلاوي وكنت بجري ورا عربيه الكابتن صالح. هو اللي قال. هو في حد يبقى اهلاوي بحجم فاروق جعفر؟ والله هو اللي قال والله. طب هرجع اسالك وبعدين انا قلت مش هتكلم الا لما اشوف الكلام فطلعوا لي كلام كان في البرنامج او حلقه يعني. طيب في البعض من الجماهير بياخدها يجي يقول لك مثلا الكابتن محمد صلاح كل ما بيطلع بيهاجم الكابتن فاروق ممكن يكون بيحقد عليه مثلا. يعني بيحقد عشان هو احلى مني؟ يعني ايه بحقد عليه؟ مفيش حد بيحقد على حد ولا حاجه. كل واحد بياخد رزقه. انا جاي معاك دغري والله. والله ما جاي دغري. والله جاي دغري. انا دايما في اوضه اللبس بنتكلم والفقره دي بالذات دايما اللي احنا او بشكل عام نخلي بالنا على نجومنا، نخلي بالنا على رموزنا، ما ينفعش حد يقرب من نجومنا، ده كلامنا. فانا كنت حابب اعرف في اول سؤال اسالك على كرسي الاعتراف اللي انت ترد عليها الجزئيه دي لان شفتها وقت طويل. لا اول القصه دي يا شادي اتقال كابتن فاروق عمل في التدريب اعتقد نتائج او قلت لهم لا. وهي مش انا اللي بقول ده يعني. هو رد عليك كابتن فاروق؟ لا لا انا قلت له اطلع رد والله لو عايز يرد يرد. يعني صعد فرقه خد دوري مثلا فرقه مرن في كذا كذا فقلت له لا ده كذا 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 ده تاريخ او حاجات في الاتحاد الكوره. انت ضربت معاه قبل كده؟ طبعا في المصري وفي البلديه. طب ما هو فتح لك باب تدريب ماشي. لا انا كنت بضرب مش هو. هو ما كانش بيجي. يعني ايه؟ ما كانش بيجي غير الماتش والله. يعني ايه؟ بوظ لنا الفقره ولا ايه؟ طب خلاص غير السؤال ده عشان والله ما كان بيجي. مش انا يعني الناس كلها عارفه في المصري والبلديه. بيجي من الماتش.